كابتن شريف ألف مبروك، فوز مستحق. مبروك كابتن، مبروك الأهلي في النهائي. الحمد لله. كما عودنا دايما. وعقبال النهائي بإذن الله يعني. إن شاء الله بإذن الله. النهاردة الأهلي قدم مباراة جيدة جدا يا كابتن أيمن. فيها كل الفنون. وفيها كل الوجوه. يعني أنا النهاردة شفت حتى وجوه كان نفسي أتفرج عليها. محمد الضوي كريستو. مروان. خالد عبد الفتاح. كل ده كان عندهم بسبب الفوز الكبير اللي انت عملته في اول شوط. خلينا نتعرف على اللعيبه دي كلها. قلت لك انا في الهاف تايم ويمكن اتفقنا كلنا ان كهربا لازم يريح كويس. الراجل من عادته ان هو ما بيغيرش على طول في الهاف تايم الا اذا كان في تغيير ضروري يعني. اميز ما انا شفته في المباراه حقيقه الزيادة العددية اللي حصلت النهاردة من ناحية اليمين ومن ناحية الشمال. النهاردة في تفوق كبير جدا لفرقة النادي الأهلي حتى آخر ثانية. في المباراة من خلال الأطراف كلها. ضبط الملعب بنزول قفشة والريتم اللي احنا كنا بنطالب بيه يا كابتن أسامة بالهدوء باستحواذ الكتير على أساس إن أنت عندك مباراة كبيرة جدا يوم السبت كمان لازم توفر الطاقة كلها من اللعيبة لهذه المباراة. مباراة مهمة ومباراة أنا بعتبرها بطولة الدوري فيها كلها الماتش الجاي ده. نفس الأداء بنفس الروح الأهلي جاله الهوية النهاردة. إزاي يلعب كل مبارياته؟ إزاي الأهلي لما بيكون روحه عالية جدا، اللعيبة بتاعته حاضرة في الملعب، في أكتر من لاعب بيقدر جوكر يقدر يلعب يعني النهاردة فخري في تبادل مع ديانج ومع حمدي فتحي اللي كان بيلعب ورا او بيلعب لقدام او بيروح ناحيه الشمال وعبد القادر يخش لجوه. في مكاسب كتير جدا النهارده مع مكاسب خاصه كمان محمد هاني بنفس الشكل بنفس اللعب بنفس الزياده اللي بيلعب بيها مع حسين الشحات اداء متميز جدا. عندي مكاسب كتير جدا النهارده وخسارات برضو. حمدي فتحي باصابته خساره كبيره بالنسبه لي انا النهارده. ان شاء الله تكون حاجه بسيطه ان شاء الله يا رب يطمنونا يعني. فبالنسبه لبدايه المباراه ونهايه المباراه سيبك من ضربه الجزاء دي هنتعرف عليها فيها ليها وعليها يعني. هنتكلم فيها. كان عندك تقدر تحرز حتى كهرباء قبل ما يخرج كان عنده هدف ممكن يجيبه. لو مشيت معاه الهسه وبعدين الترقيصه لو مشيت معاه كان هيبقى جول حلو. وبرده تعامله معاه برجله الشمال كان هيحطها كان هيبقى جول احلى. واحنا اتكلمنا قبل المباراه في حاجه اسمها التوفيق وعدم التوفيق وكان التوفيق النهارده مع كهربا في ثلاث كور. الاولانيه والثانيه الاسيست والجول اللي جابه بس بصراحه جاب جول بهدوء اعصاب بفكر لاعب لاعب كبير يعني. وبعدين ميزه كهربا كمان عشان نتكلم عليه ثاني ونجاحه النهارده احساسه بالمكان اللي بيلعب فيه. صحيح. ناس كتير قالت في الجون الثاني اللي جبناه طبعا الجون احنا هنجيبها ونتكلم فيها ان شاء الله بس في الجون الثاني اللي جابه حمدي فتحي الكره قويه والراجل واقف على خط الجون. في اي حارس مرمى ممكن تخش سيبك من الاولانيه. الاولانيه دي صعبه قوي ان هي تخرج من بالطريقه دي انما الهدف الثاني ده بالشوطه القويه دي حمدي فتحي يا اسامه شايط واحده قبلها وخرجت بره. فانا قلت لك لو شاطها في نص الجون ممكن تبقى هدف يعني. فكررها حمدي فتحي وشاط وجاب هدف تاني. دي برضو من الحاجات المكاسب اللي اتكلمنا عليها كلنا قبل الماتش. التصويبات كل الفرقه بتصوب مفيش حد ما بيصوبش حتى ديانج حمدي فتحي فخري احمد عبد القادر كله النهارده جرب حظه وشاط صحيح وعمل لنفسه رؤيه. حتى الضو لما نزل كريستو ها نزل وخد واحده وعدى لعيب بروميسنج واعد جدا وعنده كوره وسريع و19 سنه ما شاء الله اكبر. فهمتني ازاي؟ النهارده عندك مكاسب كتير قوي. احنا بنتكلم بهدوء دلوقتي ها؟ ليه؟ عشان دخل فينا جون ها؟ احنا لو نتيجه 3-0 او 4-0 والكلام كنا صوتنا برضو ايه النبره زادت شويه. شوف لما بيخش فينا جون بيحصل لنا ايه؟ بنزعل. بالك بقى ها بالفرق اللي بتتغلب ولا بتتعادل او 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 او
انت غير يا كابتن. لا اه ما عشان كده بقول لجماهير النادي الاهلي احنا لما بيجي فينا جول بنبقى مش مبسوطين حتى لو ضربه جزاء. فانا النهارده مبسوط جدا من الاداء كله، بيطمني ان شاء الله لعيبه تريح بقى اليومين دول ويروح على يوم السبت باذن الله بنفس الروح يا رب ان شاء الله، نفس الايقاع بنفس الاداء نفس الحب وكده مع بعض، يعسكروا بقى الثلاث ايام دول مع بعض كده، وان شاء الله تبقى نتيجه جيده زي النتيجه دي بتاعت النهارده يوم السبت باذن الله ان شاء الله.